طيب يبقى احنا بدأنا نعرف شويه شويه معلومات حسب ما هو كاتب. المفروض السبيسيفيكيشن دي في منها سبيكس كتيره جدا غير الخمس ست عناصر دول، تمام؟ يعني انت لما هننزل البي دي اف بتاع النسان ليف هتلاقي حاجات كتير جدا كاتبها لك بالتفصيل، هنروح لها واحده واحده. طيب دلوقتي انت بتقول لي ان من اهم المكونات يعني في السياره الكهرباء الموتور، ده الموتور الكهرباء اللي احنا قلنا عليه من شويه اهو، اي سي سينكرونس موتور 80 كيلو وات 280 نيوتن متر، تمام؟ اهو جايبه لي الماكسيمم تورك اقصى عزم، مش هو كان كاتب 280 اهو؟ طب الماكسيمم باور، لان هو مش شرط ان الموتور يديني اقصى قدره ليه، افرض ان انا ماشي بسرعه اقل، فهو بيحسب دايما على الماكسيمم. طيب اقصى عدد لفات توب موتور سبيد اللي هي بيسموها ريفوليوشن بير مينيت، دورة لكل دقيقة، ريفوليوشن بير مينيت، هو بيديني 10390 ار بي ام. طب وزن الموتور ده ازاي؟ كام؟ 58 كيلو، تخيل ده مؤمن 60 كيلو، تخيل انت الوزن بتاع معظم السيارة بتاعتنا احنا البنزين ثلاث ارباعها موتور اصلا، ده 60 كيلو بس، تمام؟ فده كويس جدا. طبعا الموتور ده عشان يشتغل واتحكم في السرعة بتاعته والتسارع والعزم والكلام ده لازم يبقى فيه كنترولر، احنا بنقول كنترولر ده في الاخير لو انت فكيته هي بورده الكترونيه من جوه وبيبقى فيه اطراف واصله على اطراف الموتور، تمام؟ على الكونكتور ده طالع على الاطراف طالع من هنا داخله هنا، تمام؟ والكونكتور او الكنترولر ده عفوا هو اللي بيتحكم في سرعه الموتور. فهم غالبا بيعمل خلاص يعني حتى بيبقى خلاص هو مصنع موتور بحجم معين 80 كيلو يروح يعمل له كنترولر يتناسب معاه، لان كل ما كبر الحجم الكنترولر هيكبر لان التيارات هتكبر والجهود هتختلف وهكذا. فهو قال لي الدايمنشنز بتاعته اللي هو الكنترولر نفسه او بيسميه الانفرتر، لان هو دلوقتي انفرتر احنا خدنا انفرتر وكونفرتر، هو انفرتر بيحول من دي سي الى اي سي. ليه؟ لان انت لو فاكر في اول او في ثاني محاضره قلنا المواتير دي كلها اي سي، المواتير اللي تحت دي كل، ولذلك حتى هو كاتب لك اهو اي سي سينكرونس موتور، فكل المواتير اي سي خلاص اي سي. طب هي اصلا هتاكل كهرباء اي سي وتشرب اي سي بس البطاريات جايبه لها دي سي، يبقى لازم تتحول من دي سي، تمام؟ اللي هو جاي من البطاريات من فوق تدخل على الكنترولر تتحول لمين؟ لاي سي عشان تنفع تدخل على مواتير التيار المتردد، مواتير التيار المتردد. يبقى ده الدايمنشنز بتاعته برضه، طول وعرض وارتفاع، ماشي. وبعدين وزنه الكنترولر ده 16 كيلو، يعني شايف كل القصه بتاعت الموتور ادي قول 60 و15 75 كيلو اللي هم ايه يعني يعتبروا وزن على الموتور. معظم بقى الوزن الثاني، ولذلك انت في الداتا شيت الكامله هيدي لك وزن السياره كله كام، وزن الشاسيه كام او البودي، وزن العجلات، وزن مش عارف ال 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 الباتري باك اللي هي الحزمة بتاعت البطاريات، فبيدي لك كل شوية وزن الأجزاء دي بالتفصيل. طيب الماكسيمم اي سي ده بقى اللعب بتاعنا احنا، ده الشغل التقيل اللي هو الماكسيمم اي سي كارنت، أعلى تيار ممكن أوصل له كام؟ 425 أمبير، وده رقم مش صغير، تمام؟ ار ام اس يعني روت مين سكوير، القيمة الفعلية للأمبير أقدر أوصل لها، تمام؟ 425 وخلال 4 ثواني اقصى تيار. طيب الكولنت تمبريتشر درجه التبريد بتوصل لحد 65، والحته دي مهمه جدا يا اخوانا لان لازم الموتور ده ما يسخنش ولازم الكنترولر جوه ما يسخنش، ولذلك في انظمه تبريد بتبقى جوه المتحكم. طيب هو دلوقتي بيدخل له دي سي، لازم يشوف الدي سي اقصى حاجه يدخل له كام، من 240 لحد 403، ولذلك بقول لك الصيانات في الفتره اللي جايه اللي بيفتح مركز صيانه، في ناس هتروح تجيب الكنترولر ده كله يرميه ويركب واحد تاني جديد، في ناس تانية لا تفهم بقى الكنترولر ده الكنترولر غالي فانا ممكن اصلحه. فهو كانه بالظبط زي الانفرتر بتاع الطاقه الشمسيه، هو بيحول من دي سي 240 لحد يعني ممكن يبقى 240 ممكن يبقى 400 ممكن يبقى 350 ممكن يبقى 300، المهم ان الفولتج اللي بيدخل له اقل فولت 240 واعلى فولت يدخل لهذا الكنترولر 408. يعني ممكن لو نيسان عملت موتور وبطاريات الجهد بتاعها مثلا 300 فولت دي سي، خلاص تستخدم نفس الكنترولر ده مع الموتور الجديد،
يبقى ده الرينج، الرينج الخاص بالبطاريات اللي هو من ناحيه الدي سي. تمام، من ناحيه الاي سي مدي لك اقصى تيار اهو اللي هو 425 امبير. التردد، ودي حته مهمه جدا، بيسموه الكارير فريكوانسي، لان جوه الكونفرتر ده بيشتغل على ترددات عاليه. يعني احنا قلنا التردد في السعوديه الكهرباء 50 هرتز، اما ده بيشتغل على 5 كيلو يعني 5000 هرتز. فالشغل جوه الكنترولر هتلاقي فلاتر وحاجات جوه لما ندخل في الكنترولر بترددات عاليه بتصل الى الكيلو هرتز، يعني ده 5 كيلو. مهم جدا الكلام ده، 5 كيلو هرتز ده الكارير. كارير اللي هو ايه؟ اللي هو حامل الاشاره. يعني انت دلوقتي لما بنيجي نتكلم انا وانت دلوقتي، صوتنا ده التردد بتاعه صغير. طب انا عايز انقل صوتي من خلال التلفزيون او من خلال الراديو، اعمل ايه؟ بحمل الاشاره بتاعت الصوت على حامل، او بيسموه كارير بالانجليزي. ولذلك جات لك ايه؟ ان انا باخد شكل الاشاره بتاعتي اهو، انا اشرف بتكلم، سلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ طلعت الاشاره شكلها كده. التردد بتاعها مثلا 100، مثلا 100 هرتز. 100 هرتز دي لو قعدت اصوت انا مش هتوصل اخر الشارع. طب انقلها ازاي من بلد لبلد؟ او من لازم اركب الاشاره دي على اشاره تانية يكون التردد بتاعها عالي، زي كده ذبذبات المسافات صغيره خالص فالتردد بتاعها عالي، واروح جايب الاشاره اللي فوق مركبها على دي. فبقت الاشاره اللي ترددها عالي دي بنسميها ايه؟ الحامل، او حامل اشاره. ولذلك انت هتلاقي في الراديو في عندي حاجه بيسموها اف ام واي ام، الناس اللي دارسه الكترونكس. اف ام فريكوانسي موديوليشن، ان انا ايه؟ بحمل الاشاره دي على اشاره التردد بتاعها عالي، ولما اروح هناك افكها. ولذلك بيسموه موديوليشن ودي موديوليشن. حتى بتوع النت كانوا بيسموه مودم، مودم تعديل وفك التعديل. يعني انا باخد الاشاره دي عشان مش قادره تمشي اركبها على كارير على حامل. زي فكره انا رايح مكه مثلا دلوقتي من الرياض، مش معقول هطلع كده على رجلي واروح، لازم اركب جمل، اركب سياره، اركب طياره، اركب اي وسيله مواصلات تساعدني ان انا اوصل. تمام، فده بيسموه الكارير الحامل. الهدف ان انا انتقل من الرياض لمكه اللي هو الاشاره الرئيسيه. طب والحامل مجرد وسيله اتصال، مجرد وسيله حمله. انا ركبت اتوبيس، مش شرط الاتوبيس يروح يتحرك معايا ويدخل ويعمل، لا، انا الاشاره الرئيسيه، انا عايز انتقل من الرياض لمكه، دي السيجنال. طب الحامل اللي هو هيشيل الاشاره بيسموها كارير فريكوانسي. والحته دي مهمه جدا جوه الكنترولر او الانفرتر بتاع السياره. يبقى تاني ببساطه من اهم اجزاء السياره الكهربيه بصفه عامه، ولذلك هتروح تلاقي باقي السيارات مثلا فورد، مش عارف بي ام دبليو، بي واي دي اي 6، هتلاقيه جايب لك الموتور، القدره بتاعته، والعزم، وعدد اللفات، ووزنه، ومعاه دايما الانفرتر بتاعه. يعني ما ينفعش تاخد انفرتر صغير تركبه على موتور كبير، ولا انفرتر كبير تركبه على موتور صغير. يبقى كل سياره ليها انفرتر او متحكم بناء على الامبيرات والجهود اللي موجوده على البطاريات بتاعت السياره والموتور بتاع السياره. لان انا عايز احول من دي سي، من البطاريات دي سي، احول لكهرباء اي سي تدخل على مواتير الكهربيه الخاصه بالسيارات الكهربيه.